في رحاب التربية الإسلامية للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الخامسة. إذا اليوم عندنا القسط، أصبر وأواظب، قصة نوح عليه السلام. إذا في الصفحة 70 من كتاب في رحاب التربية الإسلامية. إذا ننتقل إلى الصفحة 70. نعم، إذا قبل أن نبدأ هذه الحصة نذكر بالدروس السابقة التي تنتمي إلى هذه الوحدة، ولو باختصار شديد لكي نتذكر ما تعلمناه وما حصلناه في حصص سابقة. إذا في الحصة السابقة أو قبل السابقة، إذا تطرقنا إلى الاقتداء، وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قومه سرا ثم دعاهم جهرا. دعاهم سرا بعد نزول قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو من كان يثق فيهم من أقرب الناس إليه. ثم بعد ذلك جاءت الدعوة جهرا، حيث بدأ الدعوة الجهرية لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث دعا قريش يعني قبيلته. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، حيث دعا مكة. وهنا يعني قال الله له: فاصدع، يعني أحدث الشق يا محمد، لأن وصل آن الأوان لكي يعني تحدث الصدع في مكة. إذن بالنسبة للدرس الموالي في الاستجابة، تطرقنا لصلاة العيدين، وقلنا بأن ما هي صلاة العيدين؟ صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وحكمها هي سنة مؤكدة. من يصلي هذه الصلاة؟ الرجال والنساء والأطفال. إذن ماذا نفعل يوم العيد؟ إذن نغتسل ونلبس أحسن الثياب، نكثر في يوم العيد سواء الأضحى أو الفطر من التكبير والحمد والتوحيد. في يوم عيد الفطر نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، نفطر قبل الذهاب إلى المصلى. بالنسبة لعيد الأضحى لا نفطر حتى نعود من المصلى ومن أضحية العيد، ثم نذبح أضحية العيد بعد الصلاة. إذن متى تصلى صلاة العيدين سواء الأضحى أو الفطر؟ وقت الضحى. إذن أين تصلى؟ تصلى في المصلى، ولكن هناك في بعض الأحيان تصلى في المسجد لظروف بطبيعة الحال معينة. كيف تصلى؟ إذن ركعتان جهريتان بلا آذان ولا إقامة، تتبعهما خطبة العيد. إذن هذا ما تطرقنا إليه في الحصص السابقة. إذن اليوم عندنا درس في القسط، أصبر وأواظب، قصة نوح عليه السلام. إذن نبدأ بأربط وأهتدي. قال الله تعالى، إذن أهداف هذه الحصة: أتعرف صبر النبي صلى النبي نوح عليه السلام، وأصبر وأواظب على الصبر. إذن نستفيد من صبر نوح ونقتدي به في الصبر. إذن هذا هو الهدف من هذه الحصة. إذن قال الله تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني نوح عليه السلام كان يدعو قومه ليلا ونهارا، يعني يدعوهم في الصباح ويدعوهم في المساء، تقريبا 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم في الصباح والمساء، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني هو نوح يشكو ربه بأنه كان يدعوهم صباح مساء، ولكن دعاؤه لا يزيدهم إلا فرار، يعني لا يزيدهم إلا هروبا، هو كيدعيهم هما كيهربوا منه. إذن سورة نوح الآيتان 6 و5. إذن أتعرف ما عاناه نبي الله نوح عليه السلام في دعوته قومه، وكيف صبر. إذن أتأمل. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
سورة العنكبوت الآية 13. إذن هنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام. ألف سنة إلا 50 عام يعني ألف سنة حيد منها 50، يعني كتبقى 950 سنة. علاش الله تعالى قال ألف سنة؟ باش كيبين مدى طول. باش كنقولوا ألف كتبان، باش كنقولوا ألف، ولهذا يعني ألف سنة تقريبا إلا 50، حيد منها غير واحد 50 عام كلها كانت. كان نوح يدعو قومه فيها ولم يمل ولم ييأس ولم يقنط ولم وبقي صابرا على أداهم وعلى مكرهم وعلى فرارهم وعلى هروبهم. إذن فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، يعني بعد 950 سنة لما يعني نوح دعا قومه 950 سنة ليل نهار ولم يزدهم ذلك إلا شنو دار نوح؟ دعا عليهم، بقي صابرا 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 ويدعو لهم، يعني داك 950 عام كان يدعو لهم وكان يغفر لهم وكان يتجاوز أداهم، ولكن بعد ذلك عندما يعني كما نقول بلغ السيل الزباء، إذن هنايا نوح دعا عليهم وقال ربي لا تذر على الكافرين من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حينئذ أمره الله تعالى أن يصنع سفينة في صحراء قاحلة وأغرق قوم نوح الذين لم يتبعوه. إذن ننتقل إلى أقرأ. لقد عانى نوح عليه السلام من قومه أشد المعاناة، فقد لبث فيهم 950 عاما عامين يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا منه، حتى إنه كان يكلم الرجل ويدعوه إلى الله فيلف رأسه بثوبه ويجعل أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع شيئا من كلامه، وكانوا يصبون عليه الإيذاء صبا، يدخلون عليه في داره فيخنقونه حتى يترك قعيدا مجهدا ويضرب في المجالس ويطرد. ورغم كل ذلك ظل نوح عليه السلام صابرا محتسبا مشفقا على قومه، وكان لا يدع أن يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم، إذن هنا يعني نحاول نفهم هذا النص. هذا إذن نوح عليه السلام لبث في قومه 950 سنة يعني 950 سنة يدعوهم إلى عبادة الله، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا. إذن في القرآن كاينه وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، حتى إنه كان يكلم الرجل يدعوه إلى الله فيلف رأسه، باش كيهضر معاه كيغطي راسه باش ما يشوفش نوح، لكي لا يرى نوح. إذن ويجعلون أصابعهم في آذانهم كذلك، وهذه الطريقة داروها حتى بني إسرائيل لكي لا يسمع شيئا من كلامه، وكانوا يصبون، كانوا في الأخير حتى بدأوا كيأديوه، كانوا كيأديوه، يصبون عليه الإيداء صبا، يدخلون عليه في داره، كانوا كيدخلوا عليه حتى الدار، فيخنقونه حتى يترك قعيدا ويضرب في المجالس ويطرد. في المجالس ما يجلسش معهم، كانوا كيجريو عليه. علاش؟ لأن كان غير كيجلس في شي مجلس مثلا كيدعي الى الله وما كيعجبهمش هذيك الدعوه نتاعو الى الله، كان يعني كيحرجهم. ورغم ذلك كل ذلك ظل نوح، ورغم ذلك فنوح بقي صابرا محتسبا مشفقا، لم ييأس ولم يمل، وكان يدعو قومه، كان ديما كيدعي معهم، واخا كيقول هاد القوم هذوك فانهم لا يعلمون، وما كيأديوه هو دائما كيقول يا ربي اغفر لهاد القوم فانهم لا يعلمون.
إذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعي مع، واخا كانوا كيأذيوه يعني القوم نتاعو قريش، يعني كان كذلك نفس هذا الصفه ديال الصبر وديال الحلم، ها صفه الحلم، يعني واخا يأذيك واحد الانسان انت كترجع ليه ذاك الاذى يعني بالخير، يعني ما كترجع ليه الشر. إذن هنا أفهم ماذا تستنتج من تحمل نوح عليه السلام أذى قومه وإصراره على نصحهم مئات السنين. إذن ماذا نستنتج؟ إذن نستنتج أن نوح عليه السلام قدوة حسنة في الصبر على هداية الناس والتشبث بالأمر والإصرار على تحقيق الهدف. نوح عليه السلام بقي متشبثا بالأمل لكي يحقق هدفه ولكي يعني يحقق ما كلفه الله به. إذن أستخلص سيدنا نوح عليه السلام أنموذج للصبر والتحمل في سبيل الله والرحمة لقومه والإشفاق عليهم والحرص والإصرار على هدايتهم إلى سبيل النجاة. نعم، إذن أرسخه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر ويصبره تعالى، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم صحيح. إذن فضل الصبر، إذن هنا معية الله، الإنسان اللي كيصبر يعني كيكون معه الله. نعم. الإنسان الذي يصبر قرب الفرج، يعني اللي كيصبر كيتسنى الفرج. احنا كنقولوا الصبر مفتاح الفرج. اللي كيصبر كياخذ الاجر العظيم، واللي كيصبر كيكون اقوى. اللي كيصبر هو اللي كيكون اقوى. اذا هنا اتشبع بالقيم. اذا اقسط واصبر على اداء الطاعات فالزمها، واصبر على مساوئ الخلق فاجتنبها. إذن أبحث، نحتاج إلى الصبر وقوة التحمل لكي لا نيأس. إذن أبحث عن العوامل المساعدة على التشبث بالأمل والإصرار على تحقيق الهدف. إذن شنو هي العوامل اللي كتساعد باش أننا نحقو الهدف ديالنا؟ إذن شنو خصنا الصبر. إذن كاين عندنا الصبر، نعم، إذن كاين التفاؤل وثقة بالله، إذن هذه بعض العوامل. إذن في نهاية هذه الحصة نلخص هذا الدرس في هذا التلخيص. إذن أصبروا وأواظبوا قصة نوح. إحنا حاولنا نأخذ يعني بعض يعني من الآيات القرآنية بعض المواقف التي كان نوح عليه السلام صابرا فيها. إذا نوح عليه السلام كان يدعو قومه صباح مساء 1000 سنة إلا 50 عاما. كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي يغلقون آذانهم، بل كانوا يضعون الثياب على وجوههم كي لا يروه. قابلوه بالجحود والعناد، كلما دعاهم فروا منه. إذن استخدم معهم عدة أساليب، ما ترك أسلوبا. في البداية خوفهم من عذاب الله، ثم أعلن لهم وأصر لهم إصرار، دعاهم للاستغفار ليرسل الله عليهم السماء مدرارا، وعدهم بأن يمددهم الله بأموال وبنين ويجعل لهم أنهارا، ذكرهم بنعم الله عليهم. كان
كانوا يتبعون، إذا كانوا يتبعون ملكا له مال وأولاد ويتركون نوح، ونوح يصبر، وكانوا يقولون لا تتركوا آلهتكم ود وسواع ويغوث ونصر. كانت زوجته، فمن صبر نوح عليه السلام كانت زوجته أقرب الناس إليه، لم تؤمن به. كان ابنه فلدة كبده كذلك لم يؤمن به، فهذا يدل على صبره وعلى إصراره. 950 سنة كانوا يستهزئون منه وهو يصنع سفينة في صحراء قاحلة، لما أمره الله أن يصنع السفينة كان كيصنع السفينة في الصحراء، كيقول له واش انت نوح كتصنع السفينة في الصحراء. ثم كانوا يتهمونه بالجنون وهو صابر مصر يعني ومتشبت بأمله على تحقيق هدفه، وفعلا تحقق ذلك. وفي الحصة القادمة سنتطرق إلى بعض مواقف أيضا من قصة نوح عليه السلام.